القمة أو الدورة الإفريقية الشمال أوروبية. وزير الخارجية أحمد عطاف يشارك ممثلا للجزائر بالعاصمة الدنماركية في أشغالية الدورة 21 للندوة الوزارية إفريقيا دول شمال أوروبا. يتميز برنامج هذه الدورة بخاصية حديثة هي إشراك الفاعلين الاقتصاديين نقول في الجانبين أو من الجانبين الإفريقي والشمال أوروبي في هذه الدورة والمحادثات التي تأتي خلالها وعلى هامشها. هي إضافة نوعية تم اعتمادها في الاجتماع الذي كانت قد احتضنته الجزائر شهر أكتوبر الماضي. خلال هذه الدورة كان لوزير الخارجية أحمد عطاف الذي يمثل الجزائر محادثات ثنائية مع وزراء خارجية نظرائه من تنزانيا رواندا، كذلك أيضا وزير الدولة الصومالي. تركزت المحادثات حول علاقات التعاون التي تربط الجزائر بهذه الدول، وكذلك أيضا تبادل وجهات النظر حول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لهذه القمة. كذلك أيضا كانت اللقاءات فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع على الصعيد القاري وفق ما أفاد به بيان وزاري. للحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع مجددا، أهلا بك أستاذ جلالي شقرون. أهلا وسهلا ومرحبا أختي مريم. أهمية هذه الدورة وأيضا مع الإضافة التي كانت قد أدرجتها الجزائر شهر أكتوبر الماضي. الحقيقة أن نلحظ أن من خلال حضور الجزائر في هذه القمة، قمة إفريقيا دول شمال أوروبا، نلحظ أن الجزائر أصبح لها شراك سياسي خارجي مكثف، وهذا دليل على أن الجزائر، على أن الدبلوماسية والسياسة الخارجية للجزائر بدأت تتحرك وأخذت منحنى آخر. فها هي الجزائر تتدخل في كل القضايا من أجل تسويتها، طبعا بالطرق السلمية وما يتضمنه دستور الجزائر وما تتضمنه كذلك الأعراف والقوانين الدولية. ويتبين كذلك من خلال هذا أن فعلا الجزائر، دائما أنا أقول هذا، لها نية صادقة في ذلك، والتحرك هذا يدخل في إطار أن الجزائر لها قوة، أصبحت لها قوة في طرحها للقضايا بنية صادقة، سواء من الناحية من حيث حل الصراعات وكذلك في النواحي السياسية كربط العلاقات بين دول العالم، سواء دول الجوار أو غيرها من دول العالم إقليميا ودوليا، وكذلك من الناحية الدبلوماسية وكذلك من الناحية الاقتصادية وحتى من الناحية الثقافية والفنية. إذن الجزائر ها هي اليوم تحضر ممثلة في السيد أحمد عطاف في هذه القمة 21 الخاصة بإفريقيا، قمة إفريقيا دول شمال أوروبا. إذن هذا دليل على أن فيه نية خاصة لما تم إحداث ما الأمر المتعلق بالاقتصاديين ورجال الاقتصاد ورجال الأعمال. فهذا الأمر يبين أنه لا بد أن تكون هناك علاقات اقتصادية ما بين شمال أوروبا وما بين الدول أفريقيا بما فيها الجزائر، لأن الجزائر تعتبر بوابة أفريقيا. هذا التعامل الاقتصادي والتعاون والشراكة، كل هذه المصطلحات التي استحدثت عبر مراحل تاريخية، هذه العلاقات كما قلت والشراكة الاقتصادية من شأنها أنها تنمي الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاد القارة الإفريقية واقتصاد دول شمال أفريقيا، دول شمال أوروبا، علما أن دول شمال أوروبا تعتمد بالدرجة الأولى في اقتصاديتها على اقتصاد شمال أفريقيا والدول الأفريقية. هذا يبين لنا أن القارة الإفريقية قارة غنية جدا، لكن دائما الجزائر عندما ترافع وتتكلم
تقول أنه يكون هناك تعامل اقتصادي دون التدخل في شؤون أي دولة أفريقية، لأن آمال وآلام أفريقيا هي من آمال وآلام الجزائر. ولذلك الآن الجزائر أصبحت ترافع في الهيئات الدولية بعد خاصة بعد حصولها على مقعد غير دائم، سواء الآن أم في ما مضى، والتاريخ لا ينسى والتاريخ لا يمحى. فهذه أقول أنها مسؤولية إنسانية وتاريخية تقوم بها الجزائر من أجل أن تحافظ على أفريقيا وتعمل على إيقاف الصراعات. إذن هذه الصراعات من شأنها أنها تعمل على تنمية الاقتصاد في أفريقيا، والتبادل شيء طبيعي، يعني لا يمكن أن تنعزل أو تكون أفريقيا دولة معزولة عن أوروبا وعن أمريكا وعن القارات الأخرى، لا يمكن، بل هناك تبادل اقتصادي. هذا التبادل من شأنه أنه يعمل كذلك، لأن الجزائر تعمل على هذا الملف وهو التقليل من الهجرة، خاصة بعد أن طلبت الجزائر من عقد مؤتمر خاص بالتنمية المستدامة في أفريقيا، والغرض منه وهو تشجيع اقتصاديات الدول الأفريقية حتى تخلق كثير من المناصب لأبنائها لشبابها، علما أن كذلك من الناحية الديمغرافية أن القارة الإفريقية هي قارة شابة. وضحت الفكرة أستاذ جلالي شقرون. نعم. وضحت الفكرة أستاذ جلالي شقرون، انتهى وقت هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك على مشاركتك. شكرا لكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة من هذه الفترة الإخبارية، تتواصل بعد قليل مع الزملاء في الأخبار الرياضية والمحلية. ألقاكم إن شاء الله عند 8:30. السلام عليكم.